يا ذئاب، يعني يا رب كده يكون يوم كويس وحلو على الجميع. وزي ما قال ذئاب، عندنا يعني حاجات كتيرة متنوعة إن شاء الله تنول على إعجاب حضراتكم. وهنبتدي ولكن يمكن هو بالخبر الخبر الأبرز. الابرز اللي مستمرين معاه من امبارح ولحد دلوقتي، واعتقد ان احنا هنفضل شويه حلوين مستمرين فيه، وهو اغتيال اسماعيل هنيه. لسه المنطقه العربيه عموما كلها بتعيش اجواء مضطربه وصعبه جدا من امبارح منذ عمليه الاغتيال في طهران، والامور في تصاعد مستمر، الكل في انتظار ردود افعال من مختلف الجهات والجبهات كمان، سواء في الضفه الداخليه بجانب الحرب الدائره في غزه، وتصاعد الاحداث بشكل كبير جدا جدا في لبنان بعد اغتيال فؤاد شكر، وكمان امبارح ختمها باغتيال اسماعيل هنيه. فالجبهات متصاعده والجميع منتظر يا ترى هيبقى في رد قوي من ايران، يا ترى هيبقى في موالاه من الاحزاب المختلفه سواء حزب الله او الحوثيين او حماس مع إيران، كل دول هيردوا وهيبقى المعركة معركة كبيرة، وتقريبا أعتقد حرب إقليمية مما لا يدع أي مجال للشك. يعني اللي هو احنا تحس كده ان الشرق الاوسط كله بيعيش صيف ساخن اكتر حتى من سخونه الطقس نفسه، ومع كل اقتراب من تحقيق الصفقه لحل الازمه في غزه واقتراب وقف الحرب، بتبدا جوله جديده للاسف ان احنا بنقول انها اشد واكتر عنف من الاول. ومساحه المعارك جغرافيا بتزيد من نطاق غزه وغلافها لعموم الاراضي المحتله للجنوب اللبناني، ثم سوريا والعراق واليمن البحر الاحمر، ومن ثم إيران. نتمنى السلام لمنطقتنا العربية وكل الشعوب العربية، ويعني دي حقيقة نتمنى طبعا كل السلامة وان الامور تعدي على خير، بس كل الشواهد وكل الملابسات بتقول ان لا، ان احنا داخلين على منطقة وضع مش مش مستقر طبيعي ومش أبدا. مستقر تماما. نأمل طبعا كل سلامة، ولكن بنوعدكم ان احنا نكون على تغطية كاملة بكل المستجدات، واعتقد معانا فقرة النهاردة كاملة كمان للوقوف على كافة الملابسات لاغتيال اسماعيل هنية، وايضا التبعيات المختلفة التفاصيل المختلفة، كل ده هنقوله لكم ان شاء الله النهاردة في حلقتنا.